السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكم موك شباب؟ ان شاء الله بخير، وياكم علي المرجاني من شبكة يلا. وبهذا الفيديو راح نلعب لعبة اسمها ديرتي بوم، لعبة شوتر مجانية موجودة على ستيم، تقدرون تحملوها تلعبوها على البي سي. هذه اللعبة مقاربة لحد ما الى لعبة كول اوف ديوتي وباتل فيلد، يعني بيها الميكس بيناتهم من ناحية الكلاسات، طريقة اللعب، التحكم، يعني اكو شيء متقارب بيناتهم. المابات متقاربة نوعا ما الى خرائط كول اوف ديوتي. العاب الشوتر اذا تحبوها على الاكثر راح تحبون هذا الفيديو. انا حاليا مختار الجنود حاليا ذني الاساسي، لان ذني اكثر جنود عجبوني، وكل جندي له كارت. يعني الجندي الواحد، خلينا نجي على هذا الجندي ونجي على اللود اوت، حتشوفون الجندي بيه كروت. شلون عندنا بكول اوف ديوتي من تفتح باكجات ويطلعوا لك كروت، نفس الشيء اكو الكروت العاديه والمطوره. طيب انا حاليا ما عندي كروت وما عندي جنود مشتريهم، حلعب بالجنود الاساسيين، وراح نلعب مود يا صديقي اللي هو مود الاوبجكتيف. اللعبه بيها ثلاث مودات اساسيه، ستوب واتش والاكسكيوشن والاوبجكتيف. اشهر واحد الاوبجكتيف، والاكسكيوشن هو عباره عن C4 تنصبها انت والعدو يحاول يفككها، او العكس صحيح. راح ناخذ الاوبجكتيف و نسرش على جيم. طبعا اللعبه اذا تيجي تحملها مكركه او من موقع ثاني ما راح تقدر تحملها، لان يعني اللعبه اصلا نظامها نظام سيرفرات، فلازم تحملها من ستيم. اعرف بعض الشباب راح يسالوني من نحملها، لازم تحملها من ستيم حصرا، غير الستيم ما تقدر تحملها من اللعبه. حنلعب مرحله دوم. عندي من الكلاسات المفضله بهاي اللعبه اللي هي هو الكلاس مال سنايبر، اللي هو شخصيه فاسيلي، هذا الشخصيه اللي بالنص. تشوفون احنا نقدر نحدد ثلاث شخصيات، كل شخصيه لها سلاح ولها بيرك معين، او خلينا نقول مميزات معينه. احاول استخدم كل الشخصيات حتى نكتشف كل شخصيه شنو ميزتها. انا حاليا نسيت اختار القناص، انا حاليا مختار الشخصيه. طبعا هاي الشخصيه عندي جدا ممله وما احبها. هذا لازم ناخذ هذا. اوف 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 اوف. كتبت اول واحد حبيب. لو تشوفون اللعبه تعتمد على نظام السرعه بالدرجه الاولى. يا اوه هذا بعده ما مات، انتبهوا هذا بعده ما مات، يقدر واحد يجي يسوي له هيل، فلازم تضربه اكثر من طلقه. اوف 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 اوف. لازم ناخذ هذه ونوديها للنقطه اللي لازم ننصبها بيها. اوف 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 اوف. تبي حلاوه تبي حلاوه تبي حلاوه تبي حلاوه تبي حلاوه تبي حلاوه. انا حاليا هذا الكارك مالتي اللي هو الهيل تشوفوه، وهذا اقدر اسوي هيل الواحد اذا اجى يمي. اوكي شوف هو اعطاني نقاط، انا سويت له هيل. اوف 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 اوف. تبي حلاوه. المشكله الاسلحه اللي عندي حاليا ما تساعد. لا 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 لا. انا هذا ناصبه حتى اخذ هيل، فانا حاطه بنقطه ممتازه. تبي 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 تبي. اوف 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 اوف. لا 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 عسى انا حاليا مت، يقدر واحد يقتلوني، يقدرون يسووا لي هيل ويعيشوني. حختار كلاس ال، حختار القناص. ويلكم بيب. القناص من الشخصيات الخرافيه بهذه اللعبه، يعني جدا ممتع التحكم به. الله هذا اول واحد طار حبيبي، تشوفون التحكم به. هذا اقدر اسوي له هيل. اوف اويل. تشوفون التحكم مالته شويه متعود له، ف يعني عندي تبي تبي تبي. الله عليك يا علاوي. لحظه اقدر اسوي له هيل؟ لا هذا خطيه مات. تبي حلاوه تبي حلاوه. هذا مات. حلو 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 حلو. اللعبه تعتمد بصوره اساسيه على السرعه، يعني اذا ما كنت سريع راح تموت. يعني لعبه فيرست بيرسون شوتر بعد، يعني وانتم تعرفون شنو نظام هيك العاب. انتبهوا، هاي نقدر ناخذ طلقات في حاله انه خلصنا طلقات. هسه لازم نروح على هاي النقطه الصفراء اللي مشرنا عليها بالخريطه. اوف اوف اوف. اويلي اويلي. اوه شفتوا الدراج؟ هاي دراج مرعب. ويل ويل على الدراج. هاي ويلي على الدراج، ويلي على الدراج، ويلي. لحظه لحظه لحظه. ايش في هذا ايش في هذا؟ طبعا اكو ناس عندهم قولوا وياي. لا اكو ناس عندهم انا بعد ميت، هسه يقدر واحد يجي يقدر يعطيني هيل ويعيشني. هذا يعيشني حيعيشني حيعيشني. اكو ناس مالتهم اعتقد بعض الشخصيات، رحم الله عليك، اكو بعض الشخصيات عندها ميزه انه يكون عندها الدرع على جسمها، اعتقد ما متاكد من هاي المعلومه، لكن اوف اوف اوف. انتبه على اللاوي. لا 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 اكو واحد ورانا، اكو واحد ورانا، اكو واحد ورانا ورانا. لا 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 هذا بعد ما ميت. حلو على اللاوي. هسه مات مات. اي انتهى. انتبه على اللاوي. يلا على اللاوي. اكو واحد هنا انا اعتقد، اكو واحد هنا انا اعتقد. لا ماكو. ممتاز. اوه لا 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 ما راح اقدر، ما راح اقدر، ما راح اقدر، ما راح اقدر. من تتواجه يعني وانت شايل قناص. اوكي راح اغير الكلاس وحاخذ هذا.
هلا هذا ميستا شنو عنده قنبله يشمرها يسوي انفجار وعنده طلقات اللي هو خلينا نقول سبورت طار طون هيل يا معودين طون هيل اعتقد لا 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 تشوفون لعبه كلش حماسيه كلش حماسيه طبعا هاي اللعبه انت تلعبها ويا جماعتك وتسوون تيم رهيبه 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 انا اقول لك رهيبه يعني تستمتع متعه مو طبيعيه قتلتك انا عندي قنبله حاليا راح اشمرها اشوف مش قد هي قويه هاي القنبله اذبها هناك اوكي بس خل بعض من حتوقع تبو شوفوا قتلته دير بالك على اللاو انتبه اللعبه كلش يحتاج لها دقه وسرعه اكو واحد هنا ما اعرف اذا مات او لا انتبه هذا همين عنده قنبله بطل كونستراكت بس انا لازم اسوي كونستراكت حلو بالابطال يلا هسه نروح على النقطه الثانيه لا يلا بيب رسبلي حبيب رسبون جيتكم يا الحبيب انا سقطهم طبعا اللعبه يعني اذا ما عندك العاب شوتر اكو ناس ما عندهم العاب شوتر ويحبون العاب الشوتر فراح يصير عندك ادمان عليه حبيبي حيصير عليه عندك ادمان هذا ما مات بعده يقدرون تطوله هيل فنحاول هذا نعيش انا المفروض ما اعيشه لانه لازم اسوي كفرنج للمنطقه يلا لكن هسه انا متوازي ارد اعيش على هذا زين اعتقد انا من الاوائل حاليا وياهم لا والله مو انا ما نزلت وياهم من السيرفر من البدايه لو نازل من البدايه بصراحه انا شويه يعني مستواي جيد جدا بهاي اللعبه صار لي فتره العبها والحلو بهاي اللعبه ما تتطلب مواصفات عاليه يعني تتطلب مواصفات متوسطه نسبيا وتقدر تلعب يعني مو بالضروره تكون عندك حاسبه خرافيه لا حاسبه متوسطه تقدر تلعب انتبهوا شباب اقتربنا اقتربنا انا حاليا عندي اكو واحد يضربني منك فحشمل له هذه كل فتره تتجدد تنزل لي طلقات هذا حيموت ما في مجال مات 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 هاي ذاك واحد هاي ذاك واحد ما اكو احد مبين اوه قتلته حلو صديقي ستك واحد هنا اكو واحد هنا وينه طبعا على فكره اللعبه بعدها بطور البيتا اذا قاعد تقرون جاي مكتوب بيتا بلد لكن متقنه اللعبه متقنه ما بي يعني انا ما شفت بها اخطاء بصراحه يعني بيتا وبهالاتقان يعني ما انتبه حلاوي انتبه حلاوي لازم نسوي ديفيندينج لا 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 انتبه حلاوي انتبه حط لك هاي نزلها اوكي راح تجهز عندي القنابل لازم نطير لنا فد واحد بالقنبله انتبه تعال لا 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 تعال طوني هيل ماكو هيل يلا رسم من جده وجديد حماسيه جدا حماسيه تستمتع بها بمطلق الاحوال مو طبيعي مات الدمج هذا مو طبيعي لحظة هاكم بعد شمرتهم لازم واحد يطار لازم واحد حيطير ما بيها مجال ماكو واحد والله تبهو اوكي انا عاجبني ارجع على القناص والله عاجبني استمتع بالقناص القناص يعني اللعب بي جدا جدا ممتع هذه واحدة من الاسلحة اللي تعطيك هيل يعني يسوي لك ريفايف وهو مو يعني مو طاخك اكو سلاح يسوي ريفايف شفتوها قبل شوية طلع لا اطلع 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 انتبه حلاوي تركيز راح ناخذها ما بقى شيء اوف لا 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 اوف حامي مو طبيعية يس اعتقد فزنا خلاص ها هي يس بيب فعلناها حلو اذا تشوفون الليفلات الوياية كلها تقريبا نفس الليفل لعبة خرافية صح مجانية شوفوا هاي النقاط طانياها 1170 تظل تجمع الى ان تفتح باقي الشخصيات لعبة خرافية موجودة على ستيم اسمها ديرتي بومب انصحكم تلعبوها بعض الدول مقفل عليها الريجن ما اعرف ليش يعني مو كل الدول موجودة هذه اللعبة مفتوحة فلهنا اصدقائي وصلنا نهاية هذا الفيديو من لعبة ديرتي بومب فاذا عجبتكم الحلقة يا اصدقائي انطونا لايك واشتركوا بشبكة يلا اذا ما مشتركين ونشوفكم في اقرب وقت ان شاء الله سلام عليكم